يابا شوفوا اي لاف موصل حياته زين هاي لازم احنا نكون وياها اي لاف موصل مرحبا شباب شلونكم جيتكم فيديو جديد أنا أخلد عراقي عايش بالسويد وأحد أعضاء فرقة عراقية اسمها UTN1 هذا الفيديو هو الفلوغ راح أصوره راح نروح إلى مدينة أربيل بالعراق لأن الغاية من هذه السفرة أنه راح أسوي حفلة بأربيل راح تكون حفلة كلش حلوة إذا تريد تتابع للنهاية اشترك أول شيء وبعدين تابع شكرا وصلنا مطار أربيل والجو يخبل وطبعا ما تعرفون شنو اللي صار ثاني يوم زيارتي لأربيل قررت أروح أزور مدينة الموصل بما أنه أنا صرت قريب عليها وكنت دائما أتمنى أزور هذه المدينة الجميلة وفعلا اتحققت هذه الأمنية بدا تشوفون هذه الصور لما دا أفتر بشوارع الموصل وفرحة كلش كبيرة هذا المكان اللي دا تشوفوه هي جامعة نينوى والمكتبة الكبيرة اللي تضررت أيام سيطرة داعش أول مكان زرته ورحت له هي المنقوشة شنو هي المنقوشة؟ أبقوا وياي وراح أعرفكم عليها هذا هسه بدنا ناكل اكل مصلاوي اصلي هاي هوا يا عمر خطيه تعبنا اليوم تعبتك اليوم تتجلل وتؤمر حبيبي تسلم وهاي ناجينا لمؤسسه بيتنا وصدفه انه اكو كان اكل مصلاوي فلازم نجرب الدولمه المصلاويه والعروق هذا العروق المصلاوي هذا اللي احنا عندنا العروق هذا نسميه هذا العروق مال تسمون هذا العروق هاي نسميها شفتايات اي هاي الشفتايات هاي الشفتايات وهاي العروق احنا وصلنا لمؤسسة بيتنا وهو صدق بيتنا يعني شوفوه بيتنا بيتنا بيت الكل وصقر حبيبي صقر آل زكريا احكي لي على هذا البيت هذا بيت شرقي بمنطقة الحمام المنقوشة بالفاروق مقابل منارة الحدبة مقابل المنارة راح تشوفها بعدين نصورها اللي هي ما موجودة المنارة اللي هي تحت العمارة نعم اللي خسرناها اللي هي عمرها 800 وتقريبا 60 سنة هذا البيت هو فكرته أنه كل غرفة وظيفة وكل وظيفة هي لها علاقة بالتراث الموصلي وبالهوية الموصلية احنا حاليا بالسطح اللي هو قاعة المناسبات وكافتيريا واكو جوا غرف للتدريب ومتحف والإدارة وغرفة أطفال والحوش والمكتبة فكرة من عنده هو يعني إحياء التراث الموصلي وصيانة اكو صار ضرر بالهوية بالحرب صح. أي حرب تصير بأي بلد تسوي ضرر بالهوية بالانتماء بالموصل معروفة هي أكيد. أم الأزمات يعني مع الأسف فإن شاء الله يعني هذه المساحة هي فكرتها هو يعني لجيلين جيل يتذكر وينقهر ويسترجع ذكرياته وجيل جديد ما يعرف شيء يعني مثل ما أنت سجيت وتفاجأت ببعض المعلومات اكو جيلين بالموصل من المدينة بسبب الظروف ما يعرفون كل شيء بعدهم اي اطلاع ما شايف بيت شرقي بحياته وهاي مشكله اتصور هاي مو بس بالموصل لكن يعني احنا عندنا كان المفروض بيوت مثل دمشق تكون مثل حلب مثل عمان مثل اسطنبول تكون مراكز ثقافيه وتكون جاليريات وتكون يعني قاعه للايفنتات تكون مكان للتراث يجوا السياحه احنا هنا الحمد لله انه كل يوم انت هم سايح تعتبر اذا يجون من كل دول العالم يوميا تقريبا 3-4 وجبات سياح طبعا لا حمايه لا شيء دول تشوفهم بالفلوكات اللي دي يسووها للاجانب ايضا رئيس الفرنسي جاينا سفراء الدول يجون هنا اصدقائنا من باقي المحافظات زين هي مفتوحه لاي احد يعني من 12 الظهر الى 12 ليلا مفتوحه للكل وبس يوم الجمعه من الثلاثه
فكرتها حتى الكافتيريا فكرتها هي مو بس فقط انه بزنس او شيء، فكرتها انه مكان الناس تجي تقعد تاخذ وقتها تستريح، فيها فكرة الأساسية. الحمد لله لي يعني نسبة كل كبيرة نجحنا بتحقيق أهداف المكان. هو أنا أردتك بس تحكي لي على هذا الكرسي. أي هذا الكرسي هسا راح أروح له شوفوا فالكرسي. أنا طبعًا قال لي شوف هذا الكرسي، قلت له أي أوكي. أي اسم المجلسي أولًا مو كرسي، المجلسي. هي هاي فكرتها أو هي صممت من نجار بغدادي خصيصا للوالي العثماني والي بغداد. لما تقريبا شبه راح تكمل قالوا له سوينا واحدة ثانية، قال لهم لا أنا الوالي بصرة زماني أسوي لي مرة واحدة كرسي واحدة، والي البصرة أسوي له غير واحدة. أوكي. فما قبل تصير هي مميزة بس إلي بالضبط، فهي واحدة مصنوعة بتاريخ وبحياة النجار وبالتاريخ. ما لحق يقعد عليها الوالي العثماني، ما لحق يوصلها النجار بعد ما طلبوها بال 1909 يمكن، فضمها بالبيت. بال 1930 في مناسبة ما قعد عليها الملك فيصل الأول في أوكي. مناسبة احتفالية وافقت هذا وشالها النجار ضمها غلفها وبقاها جيل من جيل يعني حفيد لحفيد ابن لابن بقت بال 28 سوري قعد عليها الملك فيصل الأول. نعم. ف شخص من بغداد تواصل وياي ما اعرفه وقدم لي هديه، يعني صدق احلى هديه. انا شايف هيك نوع ديزاين بس من تعرف القصه ورا هاي صير لها قيمه اكثر. اكيد اكيد. شوف الشغل المتعوب عليه والاناقه، درجه من الاناقه ودرجه من يعني من الاتيكيت انه هاي مجلسي لفلان شخص. مع الاسف استعدنا هاي الكرسي الذهبي، شايف الخوم الذهبي اي هذا مشوهه شوهه تغير الذوق كان قبل احسن. هذا المكان شنو؟ هذا منقوشة هذا الرزاق. الله. هذه براند، أول براند مصلاوي يصنع الهدايا وتذكار الهدايا التذكارية للمدينة. في أكثر من يعني أكثر من شخص يصنع الموضوع، أصدقائنا وأصحاب يعني البراند. صنع محلي. كله محلي طبعاً. هذه هدية حبيبي. أتمنى إنه تنال إعجابك. ورا زيارة المنقوشة ومؤسسة بيتنا قررنا أنا والأصدقاء عمر وياسر اللي هم من سكان مدينة الموصل نسوي جولة بشوارع هذه المدينة. يمكن تلاحظون أنه المدينة متعوبة ومبين عليها أضرار سيطرة داعش، لكن اللي شفته أنه أكو مناطق انعاد إعمارها ومكانات قيد الإعمار. يعني إن شاء الله بعد كم سنة راح نشوف مدينة الموصل مزدهرة مثل ما تعودنا عليها. يابا هاي زينة مكانات مال درابين. هذا سوق تحت البنارة يسمونه. شو اسمه؟ سوق تحت البنارة. تحت البنارة. سوق الحدادين الكبار مو الكبار مو الكبار ما يصير تقول كبار الكبار هاي هو السوق اسمه تحت المناره تحت المناره بس بالمصلاوي المناره تحت البناغه البناغه هاي تحت البناغه هاي ايات المناره ليش في طور الاعمار زين وهذا السوق كله جواها الصراحه اليمين يفوت على خان الجمرد وهو احد اقدم الخانات بالموصل كان يستخدمون فيه الجمارك من تفوت على الموصل واللي هو خان القمرق ادخل يلا ادخل باب تحت سوق الابناء وباب على سوق البزيزين السلام عليكم السلام عليكم قبل كان في السجن سجن كان سجن وبعدين صار فندق يعني اللي يجي هو تكرم والبغال والحمير مالهم والأحصنة والجميل يجون هون ينزلون
ينزلون قشعشك جابوا معاهم من الخارج، من خارج الدول، على العراق من يفوتون وعلى غير دول يفوتون يبغون من الموصل اللي كان طريق الحرير من وين يزين. فكان ينزلون هوني وينزلون غراضهم والحمل مالهم والحيوانات تنام هوني ويرتاحون، ينزلون البضاعة ويتبادلون، تبادل تجاري يصير ويطلعون. فآخر شيء صار مخازن لمحلات أسواق باب السراي وأسواق الموصل القديمة. طبعا تعرض للدمار لنسبة تقريبا 35-40%، بس رجعوا أصحابه بنونه وعمرونه، وأقيم بينه مهرجانيا على مدار عامين باس السنة، عملناه أنه إحنا طبعا، وكان يعني لاقى نجاح وإقبال وحضور رائع. على اليمين هذا شارع النجفي وسوق الصيار من هنا على اليمين، سوق النجفي اللي يبيعون بينه القرطاسية والمكتبات العالمية كانت بينه، وهذا مدخل سوق الشعيرين، وبينه حوش البيعة، وبينه مرقد النبي جرجيس، وحوش البيعة اللي جاء بينه البابا فرانسيس وصلى بينه. وين الحوش؟ هاي هوني على اليمين، هذا الدكتور هوني جوا على اليمين حوش البيعة، كانت أيضا مقرات لداعش تحولت أثناء احتلاله. وهذا على اليسار هاي الحيطان، هذا النبي جرجيس أيضا نسفه داعش، وهسه قيبنونه من جديد متبرعين من الموصل، ناس خيرين. سرج خانة، جمهورية النساء في الموصل، هاي النساء بس يجون هنا، ممنوع دخول الرجال. هاي سابقا كانت ما تقدر تمشي بسيارة، يعني ازدحام. ننزل هوني على الميدان، من هوني ننزل جوا على الميدان اللي هي آخر معقل لداعش، سبع طبقات، واجهة نهرية، بيوت على الواجهة النهرية، صارت أغض طبعا، فلشت وبعدين صارت أغض. هاي حي الشفاء اللي بيها مرقد الإمام محسن، وبيها قاعة النقيب، وبيها قلعة باش طابية، القلعة اللي صمدت أمام حصار نادر شاه لمدينة الموصل لمدة 42 ساعة، وهي كنيسة طاهرة جديدة، وأيضا تسمى كنيسة مريم المتضرعة. هاي دائرة صحة نينوى عملوها أغض داعش، وهذا جمع الإمام المحسن قيب نونو، وهاي قاعة النقيب للمناسبات. وهسه رايحين الجسر، الجسر العتيق، الجسر الحديدي، جسر الملك غازي، جسر نينوى او جسر الملك، اول جسر بالموصل هو هذا اللي صار على شكل شكل تراس. شلونك حجي؟ السلام عليكم. هاي شوفوا هاي الاوثنتيك يابا، شوفوا اي لاف موصل حياته زين، هاي لازم احنا نكون وياها، اي لاف موصل. مبادره من مؤسسه بيتنا، شفتوا هاي اي لاف موصل حلوه. هذا المي كان هنا لو لا همينه راح ايه بالموسم الصيهود يصعد ليون يعني فيضان. سميت الموصل الحدباء لاحتداب نهر دجله عندما يدخل الموصل ويشقها الى نصفين، يعني مو بسبب يعني يقال انه للحدباء ويقال انه للنهر، ولكن الاغلبيه انه سميت بالنسبه لاحتداب نهر دجله. النهر اقدم اي باعتباره صح النهر اقدم. هذا الجسر الحديدي، ها من بيمشي له لا مال مشاة. ها يقول كويش فيلم، اي اخذ فيلم عليكم السلام. زين هذا نهر دجله، وهذا من هنا اذا تذب شغله ممكن وين تروح توصل لبغداد. فاذا هاي نقدر نذب احنا شو اسمه، نذب ياسر احسن، نذب ياسر نوصل لبغداد. زين ده نعبر، نسوي لنا عبره هيك من هنا وبعدين نرجع. وها هي مو خلصنا؟ اي خلصنا، خلصنا الجوله. واذا حبيتوا هذا الفيديو قلهم عمر شو يسوون؟ تعالوا للموصل شوفوها، لان الموصل كلش حلوه، مو مثل ما تسمعون عنها بالاعلام. ان شاء الله الموصل تصير احسن واحسن وتتعمار اكثر، ومن اجيها مره الاخرى نشوف شغلات اكثر، يعني مو بس بيتنا. هاي الجوله تعتبر، هاي الجوله تعتبر 5% 10% من الموصل. الموصل هواية بيها شغلات حلوة، هواية بيها مناطق أثرية. شوفناكم جزء، وإن شاء الله بفلوقات ثانية
ويا أخلد راح تشوفون هواي أشياء. حبيبي وشكرا عمر، تعبنا والله ويانا، وياسر همينا سوانا هاي المعلومات التاريخية، وإذا وتابعونا حتى تشوفون ممكن إنه فيديو ثاني إن شاء الله. باي باي. باي. قولهم باي باي ياسر، ما يصير. خفي من راب السماء وحدي لا تخليني، وكم يردلي سمرة قتلتيني، خفي من راب السماء وحدي لا تخليني، وحدو على بابي قد تنقش الوردي، غصب غدا من ذهب وبغي سمو هندي، انتي على دينك وانا على ديني، تصومي خمسينك واصوم ثلاثيني.